الأكثر استحواذ، الأكثر فرص، أكثر وصولا في هذا الشوط الثاني. تمريرة والأحلى العرضية، المتابعة أخيرا أخيرا يسجل لاتسيو هدف أول في هذه المباراة عن طريق لويس ألبرتو، عن طريق لويس ألبرتو، ورسالة لجمهور لاتسيو أنه يعشق هذا الشعار، يحب هذا الشعار، وربما أنه باقي مع فريق لاتسيو في الموسم المقبل. لويس ألبرتو يسجل بعد تمريرة ممتازة وعمل ممتاز، وكمادا قدم تمريرة ولا أحلى إلى رومانيولي، اللاعب لويس ألبرتو الذي صوب باليمنى تصويبة قوية، تصويبة صاروخية، مرت من الحارس مارتينيز وسكنت الشباك ليسجل لاتسيو أخيرا ليفتتح التسجيل فريق العاصمة بعد عدة محاولات، بعد رغبة وإصرار في الشوط الثاني كان واضح أن لاتسيو سيصل، أن لاتسيو سيسجل.